السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي، وأخيرا المقطع اللي الكل ينتظره حتى أنا، المسابقة الموسيقية. بتشوفوا إبداعات اليوم بشكل مو طبيعي. واللي ما يعرف شو السالفة، ترى سويت مسابقة موسيقية وكثير شاركوا، واليوم نعرض اللي فازوا. وقبل كل شيء شكرا شكرا لكل واحد شارك في المسابقة، كان ودي أفوز كل واحد تعب ورسل لي مقطعه، بس آسف لأن الميزانية محدودة للحين. وفي آخر الأسابيع سلمت 350 دولار تقريبا من كود المتجر، 100 دولار سويت فيهم فعاليات على حساب الإنستغرام، و200 دولار لهذه المسابقة. وإن شاء الله بسوي أشياء أكبر وأقوى، مسابقات على 500 دولار وأكثر. فلو حاب تدعم القناة وتشوف مسابقات أكثر، لا تنسى تحط كود المتجر سيو عندك، وبيكون دعم خيالي. المشاركات اللي اخترناها اخترتها مع 2 من مشهوري السوشيال ميديا في فورتنايت، وحاولنا نختار اللي يوازن بين اللحن والديكور والتنويع بالأحجار، وركزنا أكثر شيء على اللحن وضبط اللحن بالطريقة الصح، وبعدها ركزنا على إضافات الديكور. ويلا نشوف المشاركات. المركز الثامن فضل عباس، 10 دولار، موسيقى كراب ريف. يلا نايس. ضبطها صح والديكور صح. اوكي، مرة خطير خطير. والله ضبطها ضبطها مرة صح مرة. نايس والله. هو صح، لسه موسيقى ماريو. شكرا. وكود المتجر في الاخير سيو، ممكن كان يقدر يعرضه بطريقة احلى كمان، بس في الاخير حلو. المركز السابعة معنا جوكر اكس، بيكون موسيقى ريمكس ولا شيء كذا. البداية حلوة، ها مرة حلوة البداية. اوكي التنويع بالأحجار هل يعجبني. والله نايس حتى الديكور. والله نايس. مرة خطير. وكود المتجر في الأخير سيء صراحة، عرضه بطريقة حلوة كمان، الكرسي تبع الملك. نايس نايس. المركز السادس بيكون اكس هايدر اكس، بيسوي مارشميلو لون، وكثير سووها على فكرة، كثير ما شاء الله، يمكن نص المشاركات كانت مارشميلو لون. نايس نايس. كان ممكن ينوع بالألوان، أقصد ألوان الأحجار طبعا. حلو. والله خطير مرة مرة خطير، ضابطها صح للحين. يا الله على الإحراج. والله ضبطها. والله شكرا يا حيدر، مرة أسطورية، جد أسطورية. وحتى اللون بنفسجي، ها ترى يعتبر غش هذا، لأن لون المفضل يعني، فاهمين؟ صراحة شيء أسطوري بجد. والديكور، شوف الديكور كيف متعوب عليه. وفي الأخير كود المتجر شكرا. ومعنا المركز الخامس من بلاك ويل، الحوت الأسود، مارشميلو ألون مرة ثانية.
بس هنا في البداية خربها ممكن أقول، بس بعدين سوى شيء أسطوري. بدينا ها نايس والله، بدأ صح. منوع بالأحجار بشكل مو طبيعي. يا ولد والله ضبطها صح. يا عيني والله وحش. الله عليك. يا ولد اوكي وقف شوي. اظن اني كنت مفروض اعطي المركز الخامس $10، بس صراحة على هالتعب هذا ما بعطيك $10، بعطيك $10 وبعطيك هدية كمان. المهم خلنا نكمل. كود المتجر بطريقة حلوة. اوكي المركز الرابع مارشميلو هابيار انس محمد، وهنا هالمره بيكون $20. ليتس سي ات. يلا يا ولد والله جابها. يو مو طبيعي والله. والله أسطورة أسطورة. والله نايس والله نايس مرة مرة. أحس شوي بغني. والله نايس يا ناس، اشكرك على المشاركة الروعة هذه. والله ضبطها صح يا شباب، ضبطها مرة بالملي. اشكرك يا ناس. المركز الثالث بيكون معنا خليل حثروبي $30. نايس اوكي. اها يا ولد وين ضيع جوردن. اوكي اوه وو دام قسم بالله اعطاك بيت محترم مرة، بيت محترم صح يعني. والله مرة نايس. والحين كود المتجر يب سيو لازم عشان نتأكد انك انت اللي سويت الماب، فعد هذه الفكرة.
بس واو، لا والله شيء اسطوري يا شباب، يا ولد اقسم بالله شيء اسطوري. ديم اتذكر كان كاتب سيو، هو ما اعرف خلاها شعار، والله شيء اسطوري مرة. واو المركز اثنين معانا كينج اوف جيمز 40 دولار، وكمان مسوي ريمكس هنا. الله واو والله ضبطها ضبطها. واو اوكي قاعد يزيد في الحرارة شوي. اوكي اوكي عطنا البيت، يلا عطنا البيت يا ولد. والله متعب والله. تستاهل مركز اثنين مرة، ضبط الموسيقى صح يا شباب، والبيت وتغيير الإيقاعات والديكور كمان كله صراحة شيء مضبوط، أحييك. المركز الأول تايم باك، ومعنا بوب ستار ب70 دولار. المركز الأول بوب ستار، أشكرك على المشاركة الحلوة، ويلا شوي شوي كذا شوي شوي. يا ولد والله جابها. والله مونتاج رهيب، ايش الافكار هذه، من وين جبتها؟ يعني يا الله، اوه شكرا حط كود متجر سيو، والله نايس، فكرة حلوة. والله نايس مرة. يا ولد حولك على بيانو، حولك على بيانو. سالفة الكاميرا هذه شيء اسطوري، عجبتني مرة. والحين كود المتجر نايس، والله نايس، كله نايس، ديكور، موسيقى، كل شيء سويته كان مليمتري، احييك والله انك اسطورة بوب ستار. مبروك المركز الاول، شغل مو طبيعي، وبحط لكم رابط قناته في الوصف. قبل كل يروح المقطع ويكتب له مبروك وشاركه في قناته. يلا شباب لحد كاسل، رابط تحت، اضغط على الرابط، اشترك في قناته وقول له مبروك. قبل كل يحرق قناته الحين مره، ومبروك للي فاز. ومره ثانيه اعتذر لكل واحد ما طلع في المقطع، لان كان في مشاركات متعوب عليها بجد، بس كان عندهم اغلاط بسيطه للاسف او اشياء ما ركزوا عليها. وان شاء الله في المستقبل بعوضكم فرص غير ومسابقات غير. لا تنسوا اللايك على المقطع والاشتراك لو ما شاركتوا. اشوفكم القناه الجايه، ومع السلامه.